السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وحياكم في قناتي مرة ثانية. أنا محمد، إذا أول مرة تشوف القناة أتمنى تضغط زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد. أنا فيديو اليوم بيكون يوم كذا مع الملكة، أوريكم فيه روتيني معها ونشوف كيف أكلها ونشوف الصغار وأوريكم إيش يصير في هذا اليوم وكيف أحتني بالملكة بالشكل اليومي. قبل ما أبدأ فيديو اليوم حاب أجاوب على سؤال كثير تكرر وقريته في التعليقات بشكل متكرر، فحبيت إني أجاوب عليه. في كثير منكم يسألون وين صندوق الوصف، لأني بعض الأحيان أقول الرابط بخليه في صندوق الوصف، في كثير منكم ما يعرفون وين صندوق الوصف. زي ما تشوفون يطلع لكم الفيديو وتحته في زي السهم، تضغطون على هذا السهم تطلع لكم خانة تحصلون فيها المعلومات اللي أتكلم عنها في الفيديو والروابط، إذا كانت روابط للفيديوهات أو روابط المنتجات كلها تحصلونها في هذه الخانة. حبيت أفيدكم بهذا أول شيء لأن في كثير منكم يسألني عن هذا، لأن في الأشياء اليومية ما يكون في أحداث كبيرة أو في أشياء تحتاج لتصوير، فحبيت أوريكم جزء بسيط كذا من اليوم وروتيني مع بستي الملكة. يا رب تستفيدون وتستمتعون ولا تقدمون الفيديو لأن بيكون في معلومات كثير بسيطة وخفيفة يمكن تفيدكم، في معلومات ممكن تفيدكم أو تغير وجهة نظركم أو أنكم أو أني أعطيكم طريقة جديدة. شوفوا الفيديو ويا رب تستمتعون. أول شيء بنسوي اليوم بنفك الصحون الجديدة اللي اشتريناها الملكة. طبعا قبل فترة سويت فيديو مشتريات اشتريت فيها أغراض الهامستر والبساس، وهذه الصحون اشتريتها معهم واشتريت أشياء كثير جديدة. فاللي ما شاف الفيديو حاب يشوفه بيطلع لكم صورته على جنب، ورابطه بيكون موجود في صندوق الوصف. هذا الصحن القديم اللي كنت استخدمه للبساس حقتي زمان، وصراحه نوعيته جدا ممتازه، اللي يحصل زي يشتري يعني دحين بيقفل معي سنتين وما انكسر ويستحمل الاكل وما يتحرك من مكانه، فجدا ممتاز. والحين بنفك هذه ونشوف كيف جودتها. طلعناها ومثل ما تشوفون اشكالها جميله ويعني وزنها ثقيل ما تتحرك بسهوله، وفيها هنا زي المطاط في هذه الجهه تشوفونها، هذه الصغار تمسكها بحيث انها ما تحرك بسهولة. وزيادة الميزة الحلوة اللي فيها ان الصحن هذا يطلع، يعني اذا ما تغسلونه او شي زي كذا بسهولة. وما عليكم من هذه الفوضى، بس تشوفون النشارة اللي اشتريناها بالفيديو المشتريات كيف استخدمت منها كمية جدا بسيطة البيت الهامسترات وكف البيت وزيادة وزيادة الهامسترات هذه. فهذا الحجم يجلس معي فترة طويلة وعندي منه اثنين، فبجلس فترة طويلة ما اشتري نشارة. الحين بنحط الملكة شوية أكل في صحنها جديد، وهذا دائما أستخدمه عشان أحافظ على الأكل، لأن دائما الملكة إذا حطيت الكيس حق الأكل في أي مكان تمزقه وتنثر الأكل فمشكلة. لكن هذا صراحة ساعدني إنه يحفظ الأكل، أول شيء يحفظ الأكل بجودة كويسة، وثاني شيء يحفظه من القطط. وهذه الملكة على طول جت تعرف إذا فتحت هذا يعني في أكل، بس مثل ما تشوفون قدو بيخلص وأشتريت أكل جديد، خلنا نصب له هذا وبعد كذا نصب الأكل الجديد هنا. حطينا الأكل الباقي هنا للملكة، وهذا بخليه للموية لأن هالشكل حلو صراحة يعني، فبخلي هذا الأكل وهذا الموية. والحين بروح أجيب الأكل الجديد ونصب لها هنا. هذا هو الأكل. طبعا اللي يتابعني من زمان يعرفني دائما أستمر على هذا الأكل، في كل الفيتامينات وشركة ممتازة، وفي نفس الوقت الحبيبات حقت الأكل حجمها صغير تناسب القطط الكبيرة والقطط الصغيرة، فدائما أستمر عليه. ونفتحه ونصبه هنا. مثل ما تشوفون حجمه جدا كبير، يعني هذا 4 كيلو وباقي في مساحة يعني ممكن يكفي 6 أو 7 كيلو. والحين بحط المكيال. طبعا هذا المكيال دائما استخدمه انه يساعدني في وزن الوجبات القطة، في الصباح اعطيها واحد وفي وسط اليوم اعطيها واحد وفي الليل اعطيها واحد، بجانب كم وجبة مختلفة يعني اذا يكون في صدور دجاج او يكون في اكل معلب خاص بالقطط، لانها دحين في فترة ترضيع وتحتاج الى تغذية مكثفة. هنا خلصنا ونقفله. حد الملكة جالسة تاكل، قلت اوريكم الصغار شوفوا كيف نايمين الابيض والاسود، هذه جالسة تحلم صحيح. صحوا ما في نوم. جت الملكة يلا ادخل.
الحين بنخليها ترضعهم، وبعد كذا بنطلع برا في الحوش عشان تتشمس الملكة وتتمشى شوية. الملكة جاهزة عشان تطلع، تنتظر الباب بس ينفتح، وبناخذ الأكل عشان نعطي الكاس اللي برا. طلعين قطم السد. هذه الملكة صارت برا، وطبعا هذا المكان الإبساس اللي موجودة هنا في الحوش. حاليا الذكر مو موجود، فبحط لهم أكل لأن الذكر يطلع يتمشى شوية، لأن الذكر يطلع يتمشى شوية بعدين يرجع، يرجع يلاقي الأكل جاهز. وهذه البسلونة طبعا لها قصة طويلة، ان شاء الله بصورها في فيديو. انا قاعد اجهز الفيديو حاليا عشان اوريكم اياه، وان شاء الله شكلها حامل، فبتشوفون ايش قصة البسة هذه بعدين. وهذه الملكة طبعا ما تحب هذه البسة ابدا، لان البسة حق طبعا اللي يشوف فيديوهاتي من اول يعرف ان بسة الملكة ما عندها مشكلة مع اي بس غريب، وتتقبل اي حيوان غريب. بس في فترة اللي يكون معها صغار اي بسة تقابلها غريبة عليها تكرهها. في ذي الحين حاطة راسها من راس هذه البسة وما هي طايقتها. هذه شوفوا كيف حاقرتها وتسوي نفسها ما تشوفها ولا تبغى تكلمها ولا شيء. الملكة مركزة معها، بس توقف تنتظرها، بس تقوم ولا تمشي هذه البسة الملكة تجلس وراها. وهذا الذكر جاء طبعا. اللي ما يعرف ايش قصة هذا البس بحط لكم صورة الفيديو حقه على جنب، والرابط بيكون تحت في صندوق الوصف اللي حاب يشوفه. وهذا البس هو ابو البساس الصغار اللي ذي الحين عندي، جبته عشان اعالجه وللاسف تزاوج مع الملكة وجابوا لنا اولاد جميلين. انا على بالي طول الوقت انه معقم، بس للاسف ما طلع معقم ولا شيء. تعال تعال حطيت لك اكل، تعال يلا شاطر امشي بصدمك امشي تعال. خلي الملكة تتمشى شوية في الحوش، تغير جو، تتشمس، يعني الشمس بدأت تطلع الحين، وبعد كذا ندخلها داخل. أنا كنت قبل شوية برا ورجعت البيت، ما حصلت لا الملكة ولا أولادها، ما أدري فين راحوا. خلني أروح أدور لهم وأشوف فين راحوا، ما أدري فين نقلتهم الحين. شوفوا فين حصلتها. إجاب شلون؟ ها؟ في اثنين هنا بس، فين الباقي؟ أوه شوفوا الباقي هنا داخل. وأطلعهم وأرجعهم مكانهم. طلعناهم كلهم الأربعة مثل ما تشوفون، الحين نرجعهم مكانهم.
الكرتون يلا. وصلنا مكانها. ممكن ما تنقلينهم لو سمحتي؟ وهذه السوداء وهذا الرصاصي وهذا الأبيض. هذه حبيبتي أنا، هذه البسة أكثر واحدة أحبها فيهم كلهم. يلا اجلسوا في مكانكم الجميل، لا تحركوا من هنا لو سمحتوا، وانتي لا تنقلينه. مثل ما شفتوا في الصباح عطيتها وجبة خفيفة، والحين الظهر فبنعطيها وجبة ثانية. مثل ما تشوفون تكفيها يعني فترة كويسة، وناخذ كمية بسيطة. ويفضل انكم تفرقون الوجبات للقطط، لازم يعني وجبة في الصباح، وجبة في الظهر، وجبة في الليل. ما تخلون الاكل عندها على طول، عشان هذا الشيء مو مفيد لها. وثاني شيء عشان تتعود اول ما تدعونها او تشوفكم تجيكم على طول، لانها تعرف انكم تعطونها اكل، فتقوى العلاقة بينك وبين القطة. نخليها تاكل الحين راحتها، وشوفوا كيف الحلوين دول مبسوطين يوم رجعوا مكانهم، يلعبون يتقلبون يتضاربون، مو زي اول هناك في ذاك الضيق. اسمعوا كلامي، يجلسوا هنا، انا ما اختار لكم الا مكان كويس ترى، صح؟ من اهم الاشياء اللي لازم انبهكم عليها اللي هو الليتر بوكس. لازم صندوق الفضلات يكون نظيف على مدار اليوم عشان نتجنب اشياء كثير. ومن اهم الاشياء اللي نتجنبها، اول شيء انه ما يكون في رائحة في المكان، وثاني شيء الليتر بوكس اذا كان وسخ او كان فيه رطوبة هذا اكبر سبب للفطريات، فلازم تنظفون الليتر بوكس بشكل يومي. انا عن نفسي انظفه اقل شيء مرتين في اليوم، اذا مو ثلاث مرات، فبعض الأحيان أكون مشغول أو أكون مو في البيت، فأنظفه مرة في الصباح ومرة في الليل عشان أحافظ على الملكة من الفطريات، وأحافظ على الصغار بعدين إذا كبروا وصاروا يستعملون الليتر بوكس هذا ما يكون في جراثيم متراكمة أو أوساخ متراكمة. فعشان كذا لازم تنظفونه بشكل يومي، تنظفون الفضلات اللي فيه وتطلعونها عشان ما تتراكم، وفي نفس الوقت عشان توفرون التراب ما يخلص عليكم بسرعة. وأكيد لازم بشكل أسبوعي تغسلون الليتر بوكس بكرولكس وتطلعونه برا في الشمس أقل شيء مدة ساعة أو ساعتين عشان يتعقم ويجلس معكم فترة طويلة، ما تجيكم أي فطريات أو أي مشاكل بسبب الوساخة. فهذه نقطة جدا مهمة حبيت أنبهكم عليها وأذكركم فيها. وآخر شيء بساويه في فيديو اليوم إني بعطي الملكة من هذا الأكل، طبعا هذا الأكل الصغار ولكن الملكة مرة تحبه فبعطيها. وبأوريكم حاجة مهمة أنتم كثير تسألوني عليها وتبون تعرفون كيف تجيبونها، فخلوكم معي عشان أوريكم. تجيني أسئلة دائما عن الترضيع وكيف إن نزيد إدرار الحليب عند القطط. تكلمت عن هذا المنتج في فيديو سابق، تكلمت فيه عن منتجات كثير للقطط، بيطلع لكم صورة الفيديو ورابط الفيديو بيكون تحت في صندوق الوصف. طبعا هذا زي الحبوب، تعطون القطة حبة أو حبتين في اليوم. أنا عن نفسي أعطي الملكة حبة كل يوم، يساعدها على ان الحليب يزيد ادراره وان الصغار تتغذى بشكل احسن. وطريقة استخدامي لهذا المنتج، انا استمر اول اسبوعين من الولادة اعطي الملكة كل يوم حبة، وبعد كذا اوقف لمدة اسبوعين، وبعدين اعطيها لمدة اسبوع واوقفها تماما، لان خلاص بعد كذا تقل الرضاعة عند الصغار وما يصيرون يرضعون بشكل متكرر. ولكن اول اسبوعين تكون القطة جالسة عند الصغار 24 ساعة ترضعهم، فهذا الشيء يحتاج الى فيتامينات ويحتاج الى تغذية كويسة. فهذا المنتج من المنتجات اللي جدا 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 ممتازة وبيفيدكم عن تجربة، لأنه فادني جدا. بترك لكم رابط هذا المنتج اللي حاب يوفره أو حاب يشتريه تحت في صندوق الوصف. وطبعا في بداية الفيديو ذكرت لكم كيف تلاقون صندوق الوصف. طبعا أنا أعطي الملكة الحبوب هذه حقت الحليب بطريقتين، طريقة إني أعطيها مباشرة، طريقة إني أعطيها مباشرة كذا وتاكله، وطريقة ثانية إني أحطها كذا مع الأكل وهي بتاكله. إذا عندكم بستكم ما تقبل هذه الأشياء بشكل عام، أو ما تقبل الحبوب إذا تبون تعطونها حبوب أو شيء زي الدواء، في هذا المنتج يساعدكم انكم تأكلون البسة اي دواء او اي شيء بدون ما تحس. تكلمت عنه في فيديو سابق، بتطلع لكم صورة الفيديو هنا على جنب، شوفوا الفيديو تكلمت عن هذا المنتج لانه جدا جدا مفيد، وصدقوني بيفيدكم اذا عندكم بسة تعبانة وتحتاج ادوية وما هي راضية تاكل ادوية، صدقوني بيفيدكم 100% لانه فادني جدا. وتكلمت عن منتجات كثير معه ان شاء الله تفيدكم، الرابط بيكون تحت في صندوق الوصف. زي ما شفتوا اليوم كان يوم بسيط ما في اشياء كثير، لان في فترة الرضاعة تكون الام مشغولة مع الصغار ما تقوم من عندهم كثير، اذا تقوم شوية بس تتمشى او تروح تقضي حاجتها او تاكل.
تاكل وبعد كذا ترضعهم طول اليوم. زي ما شفتوا انا اقسم الوجبات للملكه على مدار اليوم، اعطيها حاليا 6 وجبات، يعني في الصباح اعطيها دراي فود اللي هو الاكل المجفف، وفي الظهر نفس الشيء، وبعدين على العصر اعطيها اكل معلب او اعطيها صدور دجاج او اعطيها اي وجبه خارجيه عشان انوع في التغذيه وامدها بالفيتامينات اللي تحتاجها، وفي اخر اليوم اعطيها دراي فود او اذا باقي اكل من الاكل المعلب او اذا في صدور دجاج برضه اعطيها. وهذه الحركه نصيحه مني لازم تستمرون عليها. اول شيء الفائده الاولى انها تحسن العلاقه بينك وبين القطه او بينك وبين اي حيوان عندك، اذا حددت له الوجبات في وقت معين يصير يتعود ان اذا شافك او اذا يكون هذا الوقت وقت الوجبات فيصير التواصل معكم احسن ويكون ثقته فيك اقوى. وثاني شيء مفيد للحيوانات انك تنظم يومه وفي نفس الوقت تنظم الوجبات اللي ياكلها، فهذا يساعد انه يكون في مساحه بين الوجبات تخلي الحيوان يجوع شويه ويتحرك كثير ويدور على اكل، فهذا الشيء مفيد لصحته ويخليه ياكل بشكل اكبر ويزيد وزنه. فاستمروا على هذه الاشياء واكيد بتفرق معكم لانها فرقت معي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. حبيت اوريكم جزء بسيط كذا، وحاب اقول لكم على شيء، في سؤال الحين يتكرر اللي هو مشكله عيون القطط اذا تتقفل او فيها افرازات او فيها التهاب. طبعا متكلم عن هذا الموضوع في هذا الفيديو والرابط بيكون في صندوق الوصف اللي حاب يشوفه، وهذه الطريقه تناسب اي قطه كانت كبيره او صغيره، وفي كل المعلومات بالتفاصيل ان شاء الله يفيدكم. تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، اشوفكم فيديو جاي، ولا تنسون ضغط زر اللايك والاشتراك، نشركم للفيديو هو اكبر دعم للقناه، وفعلوا زر التنبيهات عشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. والايام الجايه فيها اشياء كثير مختلفه ومتنوعه وبتفيدكم باذن الله، واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.